التليفون وقهرني بقوه الطلب ديالو، قهرني الخوت. شوف لي عاوتاني الكميه اللي جبنا لكم من بعد الكميه الاولى 50 بياسه، اللهم بارك، كان على اقبال كبير. شحال جبنا لكم عاوتاني؟ 50 بياسه. ها لا ها 10 ها 20 ها 30 ها 40 ها 50 ها تكلت منا شي حاجه كاع. هايا هذا اللون، شنو هو اللون هذا اللي تخدم منه؟ الابيض. الابيض عليه واحد الطلب، واحد الناس عجبهم داك الابيض، لان اول مره غنشوف شي لون بحال هكا في ديك التليفون. سي 55 اللهم بارك على الاقبال. ها ها 10 الاولين يقول لك لا راه عاود السلعه جمعها ودير لها سكوتش ولا شي حاجه. الناس كاملين جاو خداو الغرض. ها 10 شي ها 10 ها 20 ها 30 حتى هي. ها شوف اخويا شوف راه شوف شوف ضرب لي على السكوتش. ان شاء الله يسمح للناس اللي قال لك يتحداو. هادو شي وحدين اسيدي كيتحداونا قال لك احنا. ها هي شي شتي ها باقا تحلى اللهم بارك. شوف شحال من بياسه كاينه السي البشير هنايا؟ 50 بياسه كاينه عاوتاني 50 بياسه من بعد 50 بياسه الحمد لله اللي كان على واحد الاقبال كبير. ها هي 50 بياسه. الناس اللي اول مره غيشوفوا هذا التليفون اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا ما عارفينش شنو هو التليفون هذا، هذا السي 55 هذا كيقول لي الحليب فيه التيبان، التيبان ديال التليفونات هو هذا. هذا السي 55 نحلو شي واحد نحلو ديك الدور البيض اللي تبارك الله زوين. هذا السيدي السي 55 اللي اول مره غتخرج شي كونفيكوراسيون بحال هادي وبهذا الثمن. شوف 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 اللهم بارك. التليفون هذا كيجي ب 256 جيجا في ستوكاج. هاد 256 نورمالمون ما كنشوفوش 2100 درهم، حتى كتوصل 3000 درهم عاد كنشوفو 256 8 في الرام. هاد السي 55 كيجينا 256 8 جيجا في الرام، بروسيسور زويون هيليو جي 88. الناس ديال الجيم، الناس ديال المونتاج اللهم بارك. كاميرا الديزاين ديالها واعره. شوف واصلا التليفون تشوفو تعشقو. كتجينا ب 64 ميجا بيكسل، كتشارجا ب 33 واط، 5000 ملي امبير في الباتري. تليفون متكامل صراحه اللهم بارك. خصوصا هاد 256 جيجا غاتشارج غادير راه ما تعمر. بالنسبه للثمن 2100 درهم. غنخلي لك اللين ديال السيت هنايا ديال لاكوموند ديالك انت في كازا او لا خارج كازا. كنديروا ليفرات لجميع المدن المغربيه. واحد الطريقه ناكد عليها مجموعه ديال الناس كنلقاو كيسولونا عليها ولا كنحلوا الناس معاها. بالنسبه لي الا كنتي خارج كازا راه كنصيفطو كنتواصل معك الدراري ديال الكونفيرماسيون كيكونفيرمي معاك. كنتي خارج كازا راه كيصيفطو لك الكونت اللي عندك كتفيرسي الفلوس كتصيفطنا للروسي في الواتساب وكنصيفطو في الامانه ديالك عند الطالب. هادشي اللي كاين الخوت لاننا كنا في الاول جربنا هاد القضيه وما سلكتناش. كاين اللي يسمح ليه كتصيفط ليه بياسه وكترجع لك روتور وكتخلص عليها الروتور كطلبها في الاخر كتجي في الاخر تما كتقول لهم لا ما بقيتش باغيها. فهمتي؟ راه بزاف ديال الخدمه كنديرو عاد كنصيفطو لك. هادشي اللي كاين الخطوط تبارك الله عليكم.